من اللون الاسود، بس نخلي بالنا كويس قوي ما نستناش لحد لما يبقى اسود، لو استنينا انه اسود هيمرر، فاحنا محتاجين يوصل للون البني. اول ما يوصل للون البني على طول بنحط الرز او الثوم او البهارات اللي احنا عاوزينها. ناس بتعمله بسكر، ناس تعمله بصلصه طماطم، بس احنا هنعمله النهارده بالطريقه اللي اتعلمتها انا على المراكب وبالطريقه اللي ناس كتير بتعملها. هقطع البصل صغير علشان ما يبقاش مضايقني، لانه هيفضل هسيبه موجود في الحله. في عندنا طريقتين ان احنا نعمل بيها الـ يعني رز الصياديه. ألذ طريقه، بس هي مشكلتها ان هي بتعمل ريحه جامده قوي في البيت. بعد ما بقطع البصل واشوحه جامد قوي في النار، بحط كميه المرقه او كميه الميه اللي احنا المفروض هنستعمل الرز عليها. يعني لو انا هعمل كوبايه رز او بوله رز، يبقى اخد كميه الرز واعايره بالظبط على قد الميه. وبعد كده بحط الميه في البصل واصفيها واستعملها في طبخ الرز عادي خالص. استاذه ايمان، الو. استاذه ايمان، مساء النور يا فندم. ازيك يا شيفنا، اخبارك؟ ازي حضرتك يا فندم، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام، كله الحمد بخير. لله. الحمد لله. انا كنت عايزه منك خدمه، انا على طول بعمل دايت كاني. طيب انا حطيت زيت عادي عشان رز الصياديه، وكميه البصل كتيره، يعني نص بصله كبيره. لو بنعمل يعني لو نجيب بصل اصغر من كده تنفع، بس دي البصله دي كبيره شويه. وبعدين بقى بنسيب البصل لحد لما زي ما قلت لحضراتكم بيوصل للون البني، نسيبه كده براحته. في ناس بتحط توم وناس ما بتفضلش التوم. انا بالنسبه لي الرز بالبصل والتوم من احلى الحاجات اللي ممكن تتاكل. هجهز فصين توم كده، اي تقطيعه بقى مش فارقه خالص، لان كده كده كل ده هيوصل. بس كده وصلنا للون البني اللي احنا بنتكلم عليه، اللي هو قبل ما يتحرق. لو سيبناه اكتر من كده هيبتدي طعمه يبقى مر. هحط بقى الرز، هقلب. استاذ مصطفى، اهلا وسهلا. الو. اهلا وسهلا يا باشا، ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ الحمد لله، كل سنه وانت طيبين. وحضرتك طيب يا فندم. عايز اعرف طريقه سمك مشوي. سمك مشوي بالرده. اه، تحت امرك. حاضر يا فندم، وميرسي جدا لاتصالك يا استاذ مصطفى. طيب هغسل ايدي بسرعه. طريقه السمك المشوي بالرده، تمام. لو قلنا سمك اي نوع سمك، مش هنقول نوع معين عشان ما نبقاش رابطين حاجه بانه سمك مشوي. هنجيب السمك نخليه بقشره زي ما هو، ونغرقه بميه ممكره كده، ونحط عليه شويه رده. نفتح البطن ونحط فيها التتبيله اللي احنا عاوزينها، توم فلفل تتبيله السمك. وبعد كده ندخلها الفرن مع حته فحم وزبده، هيقوم بواجب طبخ الرز. استاذه سمر، الو. الو. الو، ازيك حضرتك؟ الحمد لله. ازيك يا شيف؟ الحمد لله يا فندم. الف مبروك يا شيف على الهوا وعلى الاستوديو الجميل حضرتك واقف فيه ومنوره. الله يبارك فيك يا فندم، ميرسي جدا. وميرسي جدا على الاكلات اللي حضرتك بتعملها، اكلات جميله ولذيذه ومجربينها وبتطلع تحفه. طب الحمد لله، ميرسي جدا يا فندم، ميرسي لذوق حضرتك. تحبي اقول لك على اول طلب؟ اه طبعا يا فندم، 10 طلبات كمان. يعني هو استوى بس محتاج يقعد وقت شويه. طبعا انا مجهز طبق تاني. لا لسه ما استواش قوي، بس انا مجهز طبق تاني علشان الظروف اللي زي دي. ادي طبق الرز الصياديه، وادي الكلماري المقلي. طبعا لو عايزين تقدموه بقى معاه مثلا مايونيز عليه، خيار عليه، ليمون وتوم، زي ما انتوا عاوزين.